وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء. في هذا الفيديو سنتطرق إلى موضوع خسوف القمر والذي سيشهده الوطن العربي في 16 مايو الجاري في تميز للمغرب وموريتانيا. وفي هذا الصدد نجيب على الأسئلة الأكثر شيوعا حول خسوف القمر وهي على التوالي كالآتي: كيف يحدث خسوف القمر؟ ما هي أنواع الخسوف؟ لماذا يكون القمر أحمر أثناء الخسوف؟ لماذا لا يحدث الخسوف كل شهر؟ أولا، يحدث خسوف القمر أثناء تواجد الأرض بين الشمس والقمر، وبذلك يسقط ظل الأرض على القمر. ثانيا، ينقسم الخسوف إلى ثلاث أنواع: خسوف كلي، وخسوف جزئي، وخسوف شبه الظل. يحدث الخسوف الكلي حين يكون القمر في منطقة الظل تماما، ويحدث خسوف شبه الظل أثناء تواجد القمر في منطقة شبه الظل وهو ظل مخفف، في حين يحدث الخسوف الجزئي حين يكون القمر بينهما. ثالثا، يمر ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي، فيكون الغلاف الجوي مثل العدسة فينكسر الضوء نحو القمر، وبسبب كثافة الغلاف الجوي تتشتت أغلب الألوان باستثناء الألوان ذات الطول الموجي الكبير مثل الأحمر والبرتقالي، وحين تنعكس لنا هذه الألوان عبر القمر نراه مثل لون الدم، ولذلك يسمى القمر الدموي. رابعا وأخيرا، يطرح السؤال: بما أن القمر يدور حول الأرض كل شهر تقريبا، إذن لماذا لا يحدث الخسوف بشكل شهري؟ والجواب أن القمر يدور بميلان حول الأرض، فيكون القمر أسفل الشمس ثارة وفوقها ثارة أخرى، وتكون هناك نقطتان هما اللتان يحدث فيهما الخسوف أو الكسوف أثناء تواجد الشمس بهما. إلى هنا نكون قد انهينا حلقتنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومشاركتها مع أصدقائكم. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.